بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حطبخ اليوم ان شاء الله برياني، وصفة مألوفة بس نسوي ان شاء الله طيب ويشهي. عندي هنا طاستين ونص من الرز، عندي هذا تقريبا اكثر من نص كيلو لحم دجاج مسحب، قطعته مكعبات صغيرة ومنقعته بالماء والخل الابيض، وهسه دا اصفيه حتى من يتقلى يعني بدون ماء ناشف. هاي بصلة واحدة متوسطة قطعتها مربعات صغيرة، عندي طاسة شعرية ناعمة، هاي ثلاث بوتيتات مقطعتها مكعبات ايضا صغيرة ومنقعتها بالماء والملح لان حكمل باقي الخطوات حتى لا تسود. وعندي بازيليا هاي مالت كياسة، كميتها مناسبة بالنسبة للرز، يعني عينك ميزانك بدون قياس. وهذني اربع بيضات راح اسلقها اقشرها وبعدين احمسها بالطاوة تصير طيبة ويا البرياني. استخدم دهن جنة للتمن وزيت للشغلات اللي احتاج احمسها، ملح اكيد، عندي مغلف ماجي كامل حستعمله، هنا ثوم مطحون وبصل مطحون، ملعقة شاي من كل وحدة، هذه نومي بصرة ايضا ملعقة شاي، بعدين من يتهدى التمن ارشها على التمن ضيف له طعم كلش طيب. بخصوص البهارات، تشكيلة من البهارات عندي هنا كمون، قرنفل، فلفل حار، دارسين، خلطة بهارات جاهزة مات برياني، وهيل مطحون وورق غار مطحون، كم نوع بهارات لكن اخذت من عندهم ملعقة شاي واحدة. اول خطوة راح امزج البهارات سوية، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين راح اقسمها نص للتمن ونص للحشوة. بعدين حنتقل على الطباخ احمس البصل بنفس جدوية التمن وبعدين اضيف عليه التمن، واثناء ما يتهدى راح اسلق البيضات واقشرها واسلق البازيليا ايضا واصفيها حتى الفيديو يختصر عليكم. بدهن جنة ويتنزل بالبصل يحمس كلش زين ويذبل، وبعدين اضيف عليه التمن، بس هسه دا اضيف البصل والثوم المطحونة، ملح يذبل البصل اسرع. هبدي اضيف التمن، بسم الله، اقلبهم شوية، احمس التمن همينة، اضيف نص الماجي ونص البهارات، اقلب فيه، ريحته كلش طيبة، حضيف ماي، بسم الله، هذا ماي دافي عندي بالجك، حضيفه على ارتفاع اصبع فوق التمن، اضيف له الملح، واخليه ينطبخ. طبعا اثناء الشغل نخلي عيننا على التمن الراقبة نشف مية، فلازم اقلبه بهالشكل، وراح اخليه يتهدى. حضرت طاوة احمس بها البوتيتا، صفيت البوتيتا من المي، بسم الله، وحضيفها. نضيف الملح اول باول، وننتبه انه احنا خالين للبوتيتا ملح، ننقعيها بالملح. حمصت البوتيتا، حرفعها نفس الصحن حتى استفاد من الطاوة احمس بها الدجاج، بسم الله.
فيها وبدي احمس بيه. لا حضيت الماجي المتبقي مع فوق طبق البوتيتا. رفعت الدجاج وحبدي اضيف البازيليا بعد ما سلقتها. انطيها تقليب خفيف على النار، اريدها تبقى خضراء تغير من لونها، لونها خضراء فاتح حلوة. هاي طفيت عليها، اضيف البوتيتا والدجاج اخلطهم سوية. حبدي اضيف البهار، بسم الله. هاي ملعقة نومي بصرة، حضيف نصها للحشوة ونصها الثاني للتمن، بسم الله. نزيت بسم الله، حضيت له لون، اقلبه يحمص يتغير لونه. حمدي ارفعه، اضيف كشمش، وايضا ابدي ارفع بيه للطرف اللوز. نفس الزيت حبدي احمس الشعرية، بسم الله. اظل اقلب بيها، ما اخليها تحترق، بس اريد لونها يتغير يصير غامق. حبدي اصفيها من الزيت بهالشكل. ضفت لها مي وشوية ملح، اخليها تستوي. الشعرية اخر خطوة بوصفة اليوم، ما تبقى الا انه نصبها طبق التقديم. هاي مكونات البرياني هذا اليوم، هذا التمن، الرز، وهاي الحشوة والشعرية، اللوز والكشمش والبيض بعد ما قليته. طريقة تقديم البرياني، ممكن نضيف نص الحشوة نضيفها ويا الجدرية والنص الثاني انزين بيه، بس انا حابة بسم الله راح اضيف الرز على الطبق وبعدين ازينه بطريقتي. حضيف الرز بدون حشوة اول مرة، ننثره على الطبق كل مكان مرتبة. حبدي اضيف اللوز بالمنتصف، بسم الله. بعدين ابدي اضيف بالشعرية على شكل خطوط. واخذ مقابلها. عندي املي الفراغات بالحشوة، بسم الله.
واخر شيء البيضات. هسه بسم الله هذا طبقنا لهذا اليوم، عبارة عن برياني يليق بالعزايم، واكيد مثل هيج طبق لازم نقدمه وياه مقبلات. هنا عندي التبولة وهاي اللبن بالخيار، وهنا أنا بوتيته مع المايونيز والبصل، وان شاء الله اذكر لكم مكونات المقبلات بصندوق الوصف. اتمنى الفيديو عجبكم لهذا اليوم، وشكرا للمتابعة ومع السلامة.